كان يكون هناك نقاش حول ميزانية الدولة، نتحدث هل أولوية التوازن الأطماع الاقتصادية أم يجب أن أخذ باعتبار أيضا التوازنات الاجتماعية التي عندها علاقة أساسا بالسياسات الاجتماعية. أيضا كاين واحد الفصل في الدستور مهم جدا وبغيتكم ترجعوا ليه، اللي هو الفصل 31 اللي كينص على أن من واجب الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التيسير أسباب يعني ولوج مجموعة من الحقوق بما فيها الحق في الصحة، الحق في التعليم، الشغل وغيرها من الأمور التي تندرج في خانة السياسة أو السياسات العمومية الاجتماعية.